ولأن حماية الناتج المحلي لا تلغي شحه في أسواق العراق، لم تنتهي معاناة أهالي نينوى مع عودة الكثيرين منهم للديار. فنقص الخدمات والبطالة والإخفاقات في حلول الانتكاسات الاقتصادية المتعاقبة وقفت عائقا أمام رجوع الحياة لطبيعتها. ومع تمدد وتنوع الأزمات، يشكو معظم سكان الموصل من شح النفط الأبيض وقلة محطات التوزيع، الأمر الذي دفع الكثيرين لقضاء ساعات في طوابير للحصول على حصتهم من النفط وسط صمت حكومي رغم انخفاض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر. والله بالنسبة للغاز ما يصلنا بصورة صحيحة ويتأخر علينا وأسواق سوداء، يعني هو مخصص من البنزينخانة ب 15,000، والله 15,000 هي من الحكومة هم كثيرة على المواطن للدخل المحدود، يعني نشتري أسواق سوداء يعني بالبطاقة ب 25,000 يجيب لنا إياه أبو الدنبر، أبو الدنبر إما خالطة مي ها، أما الحصة ما ينطيك إياه مطعوج الدبة هذه ماكو الكيلة ما ينطيك إياه بصورة صحيحة، فنرضى بس نحن بس نريد ناخذ إيه، فمعاناتنا بالغاز معانا كلش قوية والله، فهو لو يوزعونا وأيام الصيف ما صار بينا الحالة. اليوم محافظة نينوى جاي تدفى على الحطب لأن ما جاي يوزعون الغاز بصورة صحيحة، يعني نفوت بالشتاء نهاية الشتاء ينطون الغاز، زين أنا أدري أدفى بالصيف أني، أنت أعطيني إياه بالصيف أخزن للشتاء مالتي، يعني هسا إحنا كمواطنين والله العظيم قطرة غاز ما عندنا بالبيت والشتاء خلص، عن الدفع على لو راح نشتري سوق سوداء أي أكو مين يجيب ما حد يعرف، المواطن ما عندهم زين بهاي الحالة إحنا شلون، والزحامات وتروح من الصبح بالبرد توقف للظهر أو للعصر أو تستلم أو ما تستلم، ومو كل المحطات بيها ينطيك، يعني بالأيمن ينطيك محطة واحدة بالأيسر محطة واحدة وانجاز، ما لهم أي شغل بيها يعني. طبعا حقيقة بلد النفط بلد الخيرات، بلد عظيم مثل العراق يعاني شحة كبيرة من زيت المدفعات أو زيت الوقود في الشتاء تحديدا، يعني هاي مشكلة كبيرة يعاني منها الشعب العراقي خصوصا من يجي الشتاء، يعني مطالباتنا أنه تكون إيجاد حل سريع لهذا الموضوع، ويعني بدل ما يصرفوا يعني الغاز مثلا يصرفوا بالشتاء خلي يصرفوا بالصيف، يكون هذا الشيء يعني ايجابي لهم، او زياده الحصه للمواطن العراقي، يعني خصوصا احنا موجه برد عندنا وتغير مناخي والامور دي تتغير، فكونوا مع المواطن يعني حتى يكون المواطن معاكم.